لمسه لكن يخطئ في تمريرها، تعود في انطلاقه سريعه وهدف ثالث، هو الهدف الثالث ممتاز. كريم بنزيما يتلاعب بحارس المرمى ويسكن كره داخل الشباك. الريال في مستهل الشوط الثاني يتمكن من توقيع هدف ثالث. اليوم بنزيما يتالق في هذا اللقاء، شوفوا كيف تمكن من مراوغه الحارس كرافت بهدوء بكل برودة. تمكن اللاعب كريم بنزيما من المراوغة وضع الكرة داخل الشباك، استغل اللاعب سامي خضيرة الارتباك الواضح، مر الكرة بينية وبنزيما يتحرك بشكل ممتاز للمرة الثانية. صحيح تلقى تمريرات ذهبية سجل منها هدفين، لكن حتى التحرك هذا المهاجم يحسب ليه.